نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل إلغاء رفع مستوى الصوت الوسائط. نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على إمكانية الوصول، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا على التفاعل ومهارات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على المفاتيح عامة، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا على ضبط، وبعدها سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على الإدارة خيارة القائمة، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مفاتيح ضبط، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا على رفع مستوى الصوت. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بإلغاء رفع مستوى الصوت. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديو.